يخرب بيتك. حربي وزين تشوفهم لي في انهي داهيه دلوقتي. عايزك تجيبهم لي من تحت تقطيع الارض يا عدلي. لازم يكون عندي هنا النهارده، النهارده يا عدلي. خير يا باشا؟ العيال دي حصل منها حاجه؟ عنتر وعزام انكشفوا ومباحث المخدرات حطاهم تحت المراقبه. يا نهار اسود، ازاي ده حصل؟ اهو حصل. المهم ان احنا لازم نتصرف وبسرعه ونبعدهم عن اللعبه خالص لحد الامور ما تهدى تماما. نبعدهم ازاي بس يا باشا؟ الله دول رجالتنا وشغلهم كله معانا وفي ايديهم. عنتر وعزام بقوا كروت محروقه دلوقتي، واحنا لازم نأمن نفسنا وبسرعه والا هنضيع كلنا في الرجلين. طب والبضاعه اللي تحت ايد عنتر والموزعين اللي يعرفهم عزام وبيتصل بيهم، كل الحاجات دي هنتصرف فيها ازاي؟ ما عشان كده انا عايزك تجيب لي حربي وزين يا بني ادم، عشان هم اللي يتصرفوا في الموضوع ده. حربي وزين ازاي بس يا باشا؟ دول شويه عيال صيع وشحاتين، دول ممكن يعكوا الدنيا ويودونا في داهيه. انا ما قدميش اي حل تاني دلوقتي يا عدلي، هو ده الحل الوحيد. وبعدين عنتر وعزام ورشوان كانوا ايه يعني قبل ما يشتغلوا معايا؟ ما كانوا صعاليك وشحاتين زيهم زي حربي وزين ويمكن اكتر كمان. ايوه يا باشا، بس انت كده بتكبرهم بسرعه وده مش كويس، خطر برضو يا باشا. مفيش خطر اكبر من اللي احنا فيه دلوقتي يا عدلي، لازم نعمل كده. وهو مسير الايام هتلف ويبقى فيه ناس تانيه غير حرب وزين، ساعتها هخلص منهم واكبر غيرهم. تمام يا باشا، كل اللي بتقوله تمام، بس يا باشا خلاص يا عدلي خلاص، مفيش مناقشه في الموضوع ده اكتر من كده. المناقشة خلصت خلاص، تتنفذ اللي بقولك عليه وبسرعة. يلا، العيال دي لازم تكون قدامي هنا النهاردة عدلي، النهاردة. يا بركة، حربي ما جاش معاك ليه؟ بس عم حربي مش هناك. مش هناك ازاي يعني؟ نزل من بدري، راح فين ده؟ يا عم حربي ما بقتش عند المعلمة ولا راح لها من أصله. يعني ايه ما بقتش عند المعلمة؟ الله، يكون راح فين يعني؟ معرفش. ها أهو جه أهو. يا سي حربي، كنت فين؟ ما أنا قلت لك يا عم إني بقيت عند المعلمة. أني معلمة يا حبيبي؟ أنا بعت بركة يسأل عليك هناك، قالوا لي إنك ما عتبتهاش أصلا. كنت فين يا حربي؟ لا، ما انا اصلا عديت على ابو صلاح شويه يعني، وبعدين جيت على هنا. جيت على هنا؟ ايوه عدلي بيه، تحت امرك. النهارده؟ طيب طيب، انا هجيب زين واجي لك على طول. مع السلامه. ايه يا حربي؟ عايزنا في ايه عدلي بيه؟ عايزنا نفوت عليه في المكتب. ليه يعني؟ عايزنا في مشوار مهم. مشوار ايه ده؟ الباشا الكبير طالب يقابلنا وهنعدي على عدلي وهياخدنا على هناك. ايه يا حربي الهبل ده يا حربي؟ انت مش عارف ان انا راح اجيب دعاء من عند دنيا النهارده ولا ايه؟ بقول لك ايه، سيبك من دعاء، خلينا نغير هدومنا نشوف الراجل عايز ايه وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يعني هي حبكت يا عم حربي دلوقتي؟ لا اله الا الله يا زين، بقول لك ايه، انا مصدع ودماغي قد كده ومش حمل نقار، يلا نغير هدومنا ونشوف مصالحنا. اتاخرت. مش عقبال ما جبت زين وجينا. وبعدين يا عم الناس تقول صباح الخير في الاول، مش تخش قفش كده في الناس على طول. طب يلا بينا عشان ما نتأخرش على الباشا. أهلا أهلا. آسف يا باشا على التأخير، يعني على ما جمعتهم. شكرا يا عدل، تقدر تتفضل انت دلوقتي. طب حرب وزين يا باشا؟ مش مشكل، اي حد من رجالتي هيروحوا. مع السلامة يا عدلي. مع السلامة يا عدلي، يلا. طيب يا باشا، انا استأذن انا يا باشا. رشا. ايوه يا باشا. ابعت الورق اللي جوه ده بالفاكس، وجهز لنا اي حاجة ساعة نشربها. يلا. أمرك يا باشا. ها يا رجال، العملية مشيت تمام؟ قشطة يا باشا. كويس، كويس أوي. أقول لكم إيه؟ تعالوا نقعد بقى عشان نتكلم في التفاصيل. يلا، تعالوا.
تعالوا يا ولاد تعالوا. اقعدوا. اقعد يا دقيقة. أنا طلبتكم النهاردة مخصوص عشان عايزكم في عملية خطيرة شوية. العملية دي لازم تتعمل بمنتهى الدقة والحرص والسرية. يعني مفيش أي مخلوق على وجه الأرض يعرف بيها غير أنا وأنتوا وبس. تحت أمرك يا باشا. عملية إيه يا باشا اللي سعادتك طالبها منا؟ أنتوا مش إمبارح وديتوا البضاعة على العنتر؟ حصل يا باشا. وخدها على عنده في المخازن. أنا عايزكوا بقى تاخدوا البضاعة من عند عنتر وتخبوها أنتوا في مكان الجن الأزرق ما يعرفلوش طريق. تحت أمرك يا باشا طبعا. بس ليه يعني لا مؤاخذة؟ هو حصل حاجة لا سمح الله؟ حربي، كلام اللي أنا أقوله أوامر، وأوامري لازم تتنفذ ومن غير أي مناقشة، مفهوم؟ زي الشمس في عز الظهر يا باشا. طب وسعادتك عايزنا نعمل العملية دي إمتى يعني؟ في أقرب وقت، بكرة أو بعده بالكتير. نيجي بقى لسع عزام. عزام عنده في الكباريه كمبيوتر صغير، لابتوب يعني. الكمبيوتر ده عليه ملف بكشف بكل بيانات العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم واللي بنوزع من خلالهم البضاعة. انا عايزكوا تجيبولي الكمبيوتر ده من غير ما عزام يعرف ولا حتى يحس. طب ازاي يا باشا هنعملها من غير ما يعرف ولا يحس؟ ما هو اول ما هيلاقي ان الكمبيوتر ده مش موجود هيعرف على طول انه اتسرق. صح صح يا زين. يبقى عزام مش لازم يعرف. طب ودي هتتعمل ازاي لا مؤاخذه؟ لا دي لا مؤاخذه بسيطه خالص. بعد ما تاخدوا البضاعه وتجيبوا لي الكمبيوتر عزام وعنتر تخلصوا منهم. ايه؟ نخلص منهم؟ لو انتوا مش قد العملية دي ومش هتقدروا تعملوها قولوا عادي، وانا هجيب اي حد غيركم يعملها. هنقدر يا باشا ان شاء الله هنقدر. اسمع منكم اخبار كويسة قريب. هتسمع يا باشا اخبار كويسة وقريب قوي كمان ان شاء الله. حلو حلو خالص. عارفين يا ولاد ساعتها هيكون ليكوا عندي مكافأة كبيرة قوي. مكافأة انتوا ما تعرفوش حتى تحلموا بيها. رؤوف. ايوه يا فندم. في بلاغ سرقة محل لازم نتحرك بسرعة عشان نحقق فيه. يلا. حاضر يا فندم. رؤوف انا عايز اسالك على حاجه. اتفضل يا فندم. انت ليه ما قلتليش انك شفت اماني مع حربي؟ حضرتك المهمه اللي كنت مكلفني بيها اني اراقب حربي وبلغك عن اي تصرف غير قانوني يقوم بيه. يعني الحاجات الشخصيه دي ما لناش علاقه بيها. بس مقابله اماني حربي مش حاجه شخصيه ولا حاجه. انت عارف ان هي بتعمل مواضيع صحفيه عني، واكيد كل المقابلات دي بخصوص المواضيع دي مش اكتر من كده يعني. ده برضه خارج نطاق شغلنا يا فندم. وبعدين انت مانيا حر تقابل اللي عايزه تقابله. انا بس كل اللي يهمني انك تكون بعد اذنك يا فندم. حضرتك مش مطالب انك تفهمني حاجه او تبرر لي اي حاجه. اكرم بيه، انا بعتبرك اخ كبير ليا، وباكد لحضرتك ان عمر علاقتي بيك ما هتتاثر بحاجه شخصيه. بعدين انا عارف ان انسه اماني انسانه محترمه ومتربيه. حضرتك مش محتاج تاكيد مني في ده. انت انسان نبيل يا رؤوف، ورغم ان اماني اختي لكن في موضوعك ده هي اللي خسرانه. دي شهاده اعتز بيها يا فندم. وبعدين زي ما قلت لحضرتك كل شيء اسمه نصيب. كل شيء اسمه نصيب.